ياتي اللي هو نيمار كابتن منتخب البرازيل، انه القياده تعطى لنيمار. اللاعب الثاني اللي هو نيفيز المحور. احنا نحتاج اللعيبه الاجانب في ادوار منها القياده، منها قياده الفريق. مع كان التقليد السابق اللاعب الاقدم هذه خلاص، مع التغيير اللي صار يجب نغير الفكر. النصر احسن صنع لما اعطاه رونالدو، يعني تخيل مثلا لو الكابتن صليهم ورونالدو لاعب مثلا، ما تجي مثلا مو بص يعني اي لاعب، يعني الهلال الشهراني ولا المعيوف وفيه نيمار، فمفترض الثقافه تتغير. هذه نقطه. النقطه الثالثه بالنسبه